موهوبة بالإلقاء والخطابة، مقاطعها تتصدر السوشيال ميديا، مو بس كذا، حتى إنها حاصلة على جائزة أفضل متحدث مسرحي على مستوى المملكة في أكاديمية MBC في استوديو وش صاير. نرحب بضيوفنا اللي جونا من قلب جازان. يا مرحبا بالوالد القائد غالب النهاري. يا هلا وسهلا فيك، اتشرف اليوم، اتشرف بوجودي معكم، وامسي عليك وامسي على جميع المشاهدين. وكمان نرحب ببنته نورسين. يا هلا فيك. يا هلا يا هلا يا هلا. خلونا في البداية نشوف هالمقطع ونرجع لكم. أنا معي مشاركة، المشاركة هي: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في برنامج أكاديمي على قناة MBC، معكم المذيعة نورسين نهاري. نرحب بضيوفنا الكرام وأتمنى لكم طيب الإقامة في أنها. لا ما شاء الله تبارك الله، جاهزة تصيرين مذيعة. شكرا، يعطيك العافية. الله يعافيك.